Guys, welcome guys, another video. دونك في هذه الفيديو غادي نهضروا على كيفاش تيخص يكون المونتاج ديال الفيديو. اول حاجه في الانترو بزاف ديال الاغلاط تيديرهم المبتدئين اللي درتهم حتى انايا هو الانترو تكون طويله. الانترو تقدر تلقاها عند ناس محترفين تكون طويله، ولكن هذوك ديجا عندهم بيبليك، ديجا معروفين، تعرفهم الناس وكلشي. ممكن إذا واحد انترو فيه دقيقة ولا جوج دقائق هما الناس اصلا تعرفوه ومتبعينه وما محتاجش البوز ولا تعرف. مي العكس ديال واحد يلاه بادي هو محتاج انه يشد واحد ما تعرفوش يدخل القناة ديالك عمر ما تفرج فيها. دونك شو بقيت تسنى في الانترو وتتكمل الانترو واي بقيت تسنى نو خاص تدخل تبدا في السوجي الدقة من الثانية الاولى خاصك تبدا في السوجي في الهضره. الا بغيتي دير الانترو حتى تشرح شنو غادي دير في داك الفيديو، ابري دير واحد الانترو ديال ميفوتش 6 ثواني. اوكي راه انترو تلقى فيه 3 ثواني بوعر، راه ماشي شحال ما طوال نو، هو على حساب داك الانترو. عاوتاني نفس الحاجه اللي تنقول، لانه تكتروش في الالوان الموسيقى مع حتى واحد الغلط يديروه بزاف تيجي هادو في الموسيقى. الموسيقى ما خصهاش تكون مجهده بزاف، خاص تكون نورمال. اوكي وديك بابا هذيك الانترو ديال بابا بابا نو راه ما كتعطيش زعما ما تحركش هذيك اللي تتفرج على تيقول وي الانترو نو ولا شي يقول واد شنو هادشي. دونك الانترو تكون مزيانه وما تكونش مجهده، ما يكونش فيها بزاف. غادي نجيو او تاني المونتاج. احنا بدا الفيديو بدينا الانترو في بدينا في دخلنا في السوجي في الفيديو، وانا في المونتاج كيخص ضروري مره مره دير موسيقى ما كتسمعش مزيان هابطه مره قلب لو بلون، حاول تصور من جوج ديال الجهات حيت هذاك اللي تيتفرج دغيا غيمل وانت كيخصك ما امكن تخليه ميملش. الا ما كانش تقدر تصور جوج ديال الجهات في دقه واحده صور بجهه واحده، ولكن في مونتاج مره زومي بحال هكا، مره بعد، مره زومي، مره دير شي غريماس ديال باش في المونتاج ما غاديش تعذب بزاف، بقاش تقطع قطع قطع حيت المونتاج راه حتى هو تياخذ الوقت اكثر من التصوير. تقدر تصور فيديو ولا كنتي زعما عارف الفكره وفاهمه راه تصور الفيديو في 10 دقائق حتى نص ساعة كاع، ولكن مونتاج غير عاد كيقدر مونتاج يشد لك 3 ايام 4 ايام 5 ايام 6 سوايع 8 سوايع. علاش؟ تلقى اغلاط بزاف والافكار ما مرتبينش وتتبان المهم كتكون فيك. فهاد الشيء علاش كيخص تكون حاط مقاد الفيديو مزيانة باش ملي ديرها في المونتاج ما تعذبش بزاف، وقطع اي حاجة فيها الملل ولا شي حاجة ما عجباتك تقطعها. ديما تفرجوا كأنك انت او انت هو داك الفولور اللي متبعك وحط راسك بلاصو وما ديرش ديك اللعبه ديال لا انا الفيديو ديالي واعر. انت تخيل راسك نتايا داخل تفرج في راسك باش تنتقد راسك، يعني خاصك اي حاجه تحكر عليها. حتى الطريقه كيفاش الهضره خاصها مع الوقت، ما يمكنلكش تجي وتبدا تهضر نو. هادشي اللي كاين. دونك المونتاج تا هو مهم، الموسيقى مهمه، والاوترو حاول ديرها على قد هذيك اللعيبه اللي تعطوك باش تحط فيديو اخرى ليكم مزيان. ثانك يو سو ماتش فور واتشين ذيس فيديو، سي يو ان ذا نيكست فيديو. باي باي.